عسلامة، شن احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة. ناس الكل، صباح النور، صباحكم فل وياسمين. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. صحة فطوركم، على خاطر اليوم نهبط الفيديو نهار لحد الصباح، وان شاء الله يا ربي اليوم العشية كان نجمت نهبط لكم فيديو متاع المشتريات اللي شريتها، اللي طلبتوها مني برشا 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 في التعليقات وفي المساجات. حبيت ان نهبطه لكم في نفس النهار للناس اللي ما تحبش فيديو المشتريات وفيديو الخارجه وكل هكا. عنا فيديو روتين للناس اللي تحب الروتينات، والفيديو متاع المشتريات للناس اللي تحب تشوف يعني شنو شريت. ما نعرفش، قولوا لي في التعليقات كان تحبوا نهبطه لكم اليوم العشيه والا غدوه كما تحبوا. انا ما زلت ما صورتوش، اما كان نشوف تعليقاتكم. يعني تقولوا لي اليوم صوره لنا في الليل، نصوره لكم. هما معنا مش مشتريات كبيره، نوريهم لكم ونوريكم كيف نوما ملبوسين وكل شيء. كان تحبوا شكون معنا يحب ياخذ فكره وكل، خاطر برشا سالوني على الروب هذه بقديش وكل، تو نحكي لكم في الفيديو بقديش ومن خديتها ونجاوبكم على السؤالات اللي جاتني الكل. اليوم شوفوا هذا الفيديو متصور بعد ما روحت من سوسة، معناها امس روحت لقيت كما قلت لكم اني خليت ما وحماتي، خليت ما بحث الصغار، جيت لقيتهم ملمومين اللوطة في دار حماتي. ما هبطت حذايا وهبطت الصغار، معناها يلعبوا في وسط الدار. عاد كي روحت لقيتهم ملمومين، قلت خلي نطلع نعملهم حاجة ونهبطها ولا يطلعوا بحذايا. الحقيقة طلعتهم بحذايا في الدراس خاطر اللي هو احسن. حبيت نعملهم بسكوي متاع جوز الهند، وإلا أنا عملته نصف بسكوي عادي بالزبدة وبسكوي بالجوز الهند. بالنسبة للمكونات خديت 200 غرام زبدة، 200 غرام زبدة، عليهم كيس سكر محور. كان تشوفوني هرسته شوية من لولا السكر خاطر ما عنديش يكفي السكر، هرسته شوية. كيس سكر محور على 200 غرام زبدة. استعملت الزبدة الحيوانية، كانت تحبوا تستعملوا مارغرين مش مشكل، اما تكون ديما الزبدة هذه راهي بنينة على الاخر في الحلو. ركزت الزبدة والسكر مع بعضهم، ومن بعد باش نزيد لهم ريتو خذيت مي سخنته، وباش نحطك الزبدة والسكر كما فوق المي سخون ونركض. علاش العمليه هذه؟ باش يجينا من بعد البسكوي هشوش وارطب محلاه، وحتى هيك لونه مستبيض، ويعني ويخلينا الزبده عرفتوا كل مخدومه بالباهي، خاطر ساعات تكون الزبده هيك جامده وما تحبش تتحل معانا. عملت لها هيك حطيتها فوق البخار متاع الماء. هذه زاد نعملها كي نعمل الكريمة الزبدة، زادة ساعات الزبدة تحسها ما تتحلش مع سخانة ومع البرود وكل، نحطها هيك فوق بخار متاع مي باش تتحل معايا بالبيت وتخدم بالبيت. اني زبدة عندي رغم اني حاطتها لبرا ما حسيتها هيك ما تخدمتش بالباهي، وليت حطيتها فوق المي سخون احسن تضمني انه زبدة تتحل معايا بالباهي. وزيد قلت لكم تنجح على الاخر اي نوع متاع بسكوي يبدا الرطب تشوفوه من بعد هشوش على الاخر. كملت ركضت حتى لين نحس انه ساي الزبده والسكر تخلطوا بالباهي والسكر تحل معنا، وحتى لون الزبده ولات مستبيضه. نقعد نخدمها حسب تقريبا كيك 3 دقائق، ومن بعد نكمل نحط لها بقيه المكونات. باش نحط لها توا كعبتين عظم، 2 بيضات، باكو سكر فانيليا. اني عوضت سكر فانيليا بحاجه اخرى خاطر ما لقيتش عندي، اما تحطوا باكو سكر فانيليا، ونصف كيس زيت نباتي، شويه ملح، وكاو. اظن شنو المكونات اللي باش تلمنا من بعد في الفارينه. بالنسبه للفارينه حطيت عيني ميزاني، معناها بديت نحط في الفارينه حتى لين الخليط تقيدة معايا تخلط معايا ويكون الخليط جاري. نعاود المكونات مع بعضنا. 200 غرام زبده، زبدة تحبوا جولدينا ولا تحبوا اللي استعملتها اني فيتالي، 200 غرام زبدة، عليهم كعبتين عظم، نصف كيس زيت نباتي، وباكو خميرة مرطبات، والفارينة حسب تقريب كيك 4 كيسين فارينة. وبطبيعة ما ننساوش الكيس متاع السكر. هذوما المكونات متاع البسكوي هذا. ومن بعد تشوفوا اني العجينة هذيك عملتها بسكوي عادي، يعني عادي يطلع نكهة الزبدة فيه بنينة على الاخر. ونصف الخليط اذا حطيت فيه جوز الهند تشوفوه معايا من بعد.
لهني هيك باش نزيد توا الفرينة، كيما قلت لكم الفرينة قعدت نعمل معناها عيني ميزاني، المهم تتخلط معايا الخليط، يتخلط معايا بالباهي ويكون راهو لازم يكون ارطب ماهوش يابس. علاش الفرينة ما عطيتكمش الحكاية؟ على خاطر فما فرينة تشرب فرينة ما تشربش، ساعات كعبة العظام تحسها اللي عملت بها اني مثال غريضة شوية، تنجم اللي انت تستعملها معناها اكبر منها ولا اصغر منها، ذاك علاش هاوك المكونات سهلين على الاخر، كعبتين عظام وزبدة 200 جرام زبدة، والفرينة تحط على قد ما هي تستاهل معناها قد ما هي تستحق. وبطبيعة نقراو حساب جوز الهند للي يحب يعمل بالكل جوز الهند، يقرا حسابه معناها ما تعملهاش يابسه وتزيد تحط لها جوز الهند اللي انتي باس، لا لازمها تكون خفيفه وطريه العجينه، ومن بعد نزيدوا لها جوز الهند. بعد ما كملت حطيت الفرينه باش نخلطها مليح. شوفوا دي الركاضه اللي قلت لكم تهلكت لي، ظهرت كان الميكسور اللي هي يعني الميكسور هي اللي عدمت، والركاضه ابرك حسيتها هيك حتى وكان فيها تكسيره، اما حسيتها معناها ركضت لي، كنت باش نستعمل العجينه من بعد قلت خليني نجربها شويه، خدمه الحمد لله على الاقل نقعد نستعملها للرحايه اللحم ونقعد نستعملها ركاضه ان شاء الله. كملت خلطت الخليط الكل باش نحطه توا في حطيته شويه في الفريجيدير يرتاح كيك درجين. شوفوا لهني هيك نسيت الخميره، وتو باش نتذكرها نرجع نود الخليط ونحطها، مطلوبة ما تبيكم تحطها مع الفرينة باش تخلط بالباهي. حطيتها باش نعاود نخلط العجينة من الأول وجديد، يعني مش لازم راهو العجينة نعملوها كيما الزبدة، معناها لازمها ما تتخلطش ولازمها تتلم لمين، لا عادي بالركاضة تتخلطها وتشوفوها من بعد نوريكم كعبة كيفاش كي نقسمها، تشوفوا تتفتفت والله ذوب ذوبين في الفم، بلينا على الاخر على الاخر على الاخر، ديجا ما قعد منها حتى شيء. وباش نعمل عصير متاع جوز الهند، كيف مشينا هيك تعدينا خدينا كل واحد خدي عصير، عاد اني خديت عصير بفريوة واسمى خديت عصير جوز الهند، الحقيقة بنينا على الاخر متاع جوز الهند، اصلا هو مازال كيس بركة وقت اللي مشينا خدينا كيس بركة، اما الحقيقة عصيري اني مشربتوش والزوز شربنا بتاع جوز الهند، عجبني عجبني على الاخر، قلت نروح ونعمله ان شاء الله. بطبيعه اللي عملته اني عرفته هو تحسه متاعه كجامد، ما نعرف شنو حاط فيه، يمكن حاط فيه جوز الهند ذيك الكامله، اما اني باش نستعمل لك هذاك المبشور متاعه، هذاك علاش شنو باش نعمل، خديت نصف فيتره حليب، نصف فيتره مي، سامحوني نصف فيتره مي، وباش نحط عليهم 3 كيسين متاع كيما قلت لكم جوز الهند. انا تصوروا هو خادم معناه بكعبه جوز الهند والحليبه متاعه وكل شيء ما نعرفش، اما اني استعملت هيك باش نغليه في المي باش عرفته كل يطلع منه كان فيه كحليب وكل شيء، وزيت من بعد كيف نرحيه بسهوله، خليته يغلي كيك درجين، خليته يغلي ومن بعد نكمل نحطوا له الحليب ونحطوا له كان تحبوا سكر ولا عسل، اللي يعني عملته بالعسل تشوفوني من بعد، حطيته يغلي وباش نجي توا نشكل البسكوي نتاعي. باش نعمل كيما قلت لكم طبق بسكوي طبيعي وطبق بسكوي بالجوز الهند، حطيته في البوش، البوش هذه خديتها من ترفر، معناها تلقاوها في اي حانوت يبيع البلاستيك، هذه سيليكون الحقيقه تحفونه، جربتها توا هذه المره الثانيه، المره الاولى شدتني تقريب العام شدتني، على خاطر ما نستعملهاش ديما، اما شدتني بالباهي، وهذه كعبه ثانيه خديتها حسيت هذه هيك معناها اصح من اللي كانت عندي، هذه ب7000 خاطر برشا سالوني عليها، ريتو كيفاش الخليط يجي لازم يكون طري ماهو شكل تنجم تشكل بيه ولا حاجه، طري على الاخر، حتى كيف يخرجني بالبوش يخرج لي معناها طري. نتذكر اول مره عملت فيه بسكوي يا ضي الحقيقه عملته هكيك معناها ما من راسي عملته عمناول، كان تذكروها صورته معاكم فيديو،
عملته ياه بس على الاخر ما تتخيلوش قديش تعبني في باش هكاك شكلته. عرفتوا ياه بس اني ننزل على كلبوش وهو القمع يخرج لي من برا. والله العظيم العذاب اللي تعذبته وقتها مش نورمال. وقتها ظهر لي جاي بحذانه نظيف ولا منعش كيفاش هكا على حماتي، قالت لي اعمل حاجه للضيف ولا ما نعرفش. كنت تذكروا الفيديو هذاك عذبني وقتها مش نورمال. وهذه المره الثالثه اللي عملته عاد وليت نعمله هكا خفي، معناها العجينه ما تكونش يابسه، لازمها سرها انها تكون العجينه مش يابسه، وكهو يطلع معاكم يهبل وبنين على الاخر. كما شفتوا الجوز الهند بعد ما كمل هيك اغليه بالباهي وحسيته هيك طرا وسيب الحليب نتاعو هكا، هاكم تشوفوا ديجا في الكسرونه كانت بالمي هذيك ولات كم مستبيضه خاطر سيب الحليب نتاعو. حطيت له مغرفتين عسل، تنجموا تحطوا زبد، تنجموا تحطوا سكر، مش لازم انا تحطوا العسل، اما حبيت يكون هيك طبيعي هيك باهي حتى للصغار. نخليه يبرد شوية ومن بعد تو نرحيه إن شاء الله. لهني جيت باش نخمل الكوجينة ونركحها وباش نخرج للتيرا زيدا نلمه شوية. مانيش عارفة الدنيا باردة وما فهمش الدنيا باردة. لاحظوا انه اني الكلام الكل نقلب فيه، ما فهمتش علاش الدنيا سخونة وما فهمش شمس، فهمتش يعني. نعرف اني كيما يبدأ ما فهمش شمس معناه الدنيا تبرد، ما نعرفش الدنيا سخونة وشمس ما فماش وفما عجاج غريب. برغم انه اني مسيقة التراس معنا قبل ما نخرج، قلت او ديريكت كيف نجي نقعدوا فيه وكل، لقيته بالعجاج تشوفوني من بعد اللي فيه. حطيته في الفور على 180 درجة، حليت عليه كان من اللوطة ومن بعد نحل عليه دوبة شوية من فوق على خاطر الفور اللي عندي قوي ياسر معي نجم يغمقهولي. كما شفتوا اني مانيش حاطه ورق زبده خاطر ما عنديش هاوك لهني. شوفوا الملوطه طابش، نحل عليه دوب شويه من الفوق. هذايا البقيه نتاع العجينه زدت لها كيس جوز الهند. اليوم نهار على جوز الهند. على قد ما كنت ما ناكلوش وما نحبوش وما ندورش بيه، على قد ما وليت نموت عليه، خاصه من وليت نحبه من لقمة الباشا جوز الهند، كنتش ناكلو راني جملة هكا. وكملت حطيت له الكيس متاع جوز الهند، كان حطيتوه كي حطيتو جوز الهند حسيتو العجينة يباست، نجمو تزيدو حتى مغرفتين حليب معناه باش تجريو به العجينة. أماني جاتني باهي، عملتها من لولي عملتها هيك معناها مشاكل يابسة. كيف حطيت الجوز الهند جاتني قط التشكيل متاعه كما شفتوا سهل على الاخر. كما قلت لكم تحطوه في الفور على 180 درجة وتحلو عليه من اللوطة، ومن بعد تحلو عليه من فوق باش لونه يكون مستبيض مزيان، لازم انه يكون دوري كهو. حطيته في الفور ومديت الطبق الاخر، مازلت عندي شوية عجينة باش نكمل نشكلها في الطبق المدور. بديتو تبارك الله من كعبتين عظام، شوفوا قديش عملنا زوز أطبقة وهذايا الثالث. نجموا تعملوا المكونات اللي أنا عملتها دوبل وتنحي لكم كمية باهية معناها حتى متاع نهارين وثلاثة، يعني هذه متاع نهار بركة الحقيقة. هكا هو كملت قديت اللي في البوش الكل. نحطها بالطبيعه في الفريجيدير، ردوا بالكم تحطها لبرا مع سخانه الدنيا كالزبده كل ذوب. اي تشكيله والا العجينه باش تصبر معايا نحطها في الفريجيدير باش تشد روحها بالباهي. وتو باش نذوب شوكولاته، عملت كيك 4 طوابع ولا 4 طوابع ونص شوكولاته وحطيت عليهم مغرفتين حليب باش تتحلى معايا، وذوبتها باش نزينوا بها من بعد البسكويت.
لهني كسعية وكالعصير بتاع جوز الهند، كمل غلي وسيب الحليب متاعه بالباهي، وتو باش نرحيه. نحاول ان نرحيه بالباهي حتى لينك يزيد يخرج رفتك الطعم اللي فيه الكل، ومن بعد راهو باش نصفيه. حطيت عليه كما شفتوا شويه حليب، وحطينا فيه العسل وكهو داي شنو حطيت فيه. من بعد زيدوه الجلاسون، ولا ترحيه معاه الجلاسون يبدا بنين بارد يهب. نجمو نزيدو معاه زيدا ياغورت متاع جوز الهند، نجمو نزيدو معاه بسكوي، ولا نزيدو معاه بانان، يبدا عصير متكامل هكاو. باش نهزو نحطو في الفريجيدير، من بعد نصفيه. تزيد كالقشور تسيب الطعمة متاعها. يعني الطبق الأول طاب حطيته يبرد، والطبق الثاني هاو كسي طاب طاب من اللوطة، باش نحل عليه من الفوق. ان شاء الله تجربوه بنين 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 لدرجة ما تخيلوهاش. دوا ما تحطوا في فمك يذوب ذوبين مع طعمة الزبدة بنينة على الاخر. هذوما باش نزينه مكة، خاطر حسيته مخفيف وما نجمتش نغطسهم في الشوكولاته. عرفتوا كان اني نغطس في الشوكولاته وهي تتقسم فيها من كثر ما هي خفيفه، وليت هيك زينتهم بالفوق وبرا. والاخرين تو نغطسهم في الشوكولاته على خاطر الاخرين شادين رواحهم اكثر من هذوما. الاخرين زدت فيهم خاطر جوز الهند. نكمل نزينه ونحطهم بالطبيعه في الفريجيدير. لهنيك خرجت كيما قلت لكم باش نسيق التيراس، باش نلمو مش باش نسيقو. الدنيا مغيمه، ومن بعد صبت مطر كيما شفتوا. الدنيا مغيمه على الاخر، عندي شويه تبش قلت خليني ندخله. كيما شفتوا راني قبل ما نخرج نحيت تبش وطويت تبش، ثم شويه تبش متاع صغار نحيتهم وكهو. ريتو كي تراو هكا تقش عليه شتي، اما هي سخانه تقلي. والله ربي يكون في عونه يا ربي. نكمل نلم ونسيق دوبا ديك اللي قدام الدار وكهو. قلت خلي تو تصب المطر تو تغسل الدنيا الكل. المضربة ديك حطيتها على خاطر نقعدوا عليها البر كي علاش. وكهو سيك البسكوي يكمل طاب، وخليته يبرد. ردوا بالكم تعملوه هو تمسوه هو سخون، راهو من الاول كيف تمسوه يبدا طري وتحسوا ماهوش طايب، اما هو من بعد دوبه ما يشم الهواء يشد روحه. هكا تو باش نقاديه في الشوكولاته نزينه هكا من الاطراف نتاعو باش يبداو مزيانين هكا منظمين. شوف حتى منظره محليه مزيان، وريحه الدار ما نحكي لكمش بيه. والله ما عرفتك الزبدة تبدأ فايحة في الدار محلاها الريحة.
ما حلال حاجة كي تعملها على يديك، برغم اني كنت نجم نشري اي حاجة من برا، وإلا أنا نجم اي حاجة عندي في الدار، اما ديما نحبك كي نعمل حاجات ونعرفش نحس روحي نعمل جو عليهم. حتى كتبت حاجة بسيطة، مش لازمها وقفة ولا مكونات ولا حاجة غالية. كل ما حبيتش نكثر عليكم بالكلام، انا كملت غسلت المعون معاكم نتشجعوا بيه. سهل على الاخر الحكايه، راهم لا فيه معون لا فيه حد شيء، شويه معون هكا غسلناه وركحنا الدنيا. ونحبكم تتنشطوا معايا حتى انتم مكانكم قاعدين، والا ما عند كملتوا الفطور وكل شيء، العشيه اعملوا حويجه هيك مع قهوه مع كيستي مع عصير مع اللي هو الواحد يخلق الجو في داره، حتى كان ما فماش خروج وما فماش تفرهيد وكل، على الاقل واحد يخلق جو في الدار. كهو سهلة على الاخر، معناها قوم قوم مادامك شفت الفيديو وعندك، كان عندك زبدة نجم تعمل بيه، كان ما عندكش راه تنجم حتى تعمل بالزيت مش مشكل، اما ديما يكون الزبدة خير. اعمل اي حاجة، اي حاجة تعملها بالمكونات اللي عندك، والله اني باللي موجود. معناهاكم شفتوا حتى السكر ما عنديش، هرست سكر ما من استصعب وحتى شيء، ما تقولش شكل حاجه ما عنديش ولا ما لازمني نقضي لها ولا نشري لها. اعمل اي حاجه ان شاء الله، حتى كعبه جاتو بكعبتين عظم وشويه زيت شويه حليب تطلع لك خبزه جاتو تفرح بها صغارك وتفرح بها روحك، وتعمل عليها قعيده محلاها الواحد يعني بعد ما يكمل شور وكل شيء يقعد هيك ويبدا عامل حاجه حلوه خير ما انك تشريها. ولا اني الحقيقه نعمل جور راني على الكوجينه، هذاك علاش نحكي لكم هيك، يعني بعد ما نكمل هيك نحضر حاجات نحس روحي نتفرهد وعملت حاجه هيك فرهدتني وخرجتني من الجو اللي اني فيه. هكا سي صفيت العصير وخليت فيه، راني ما صفيتوش كامل، خليت فيه كشويه كالجوز الهند، معناها خليت فيه شويه.
شوف لهني هيك البسكوي محليه لونه مستبيض يهبل، وبنته ما نحكي لكمش قديش خفيف وبنين، وريحتك الزبده وريحه جوز الهند ما نجمش نوصف لكم. ان شاء الله تجربوهم الروتاتات نتاع اليوم. جوز الهند راه ماهوش غالي بجمله، يعني ريتو اني قد خديت اليوم شريت 3000 جوز الهند، 3000 ولا 2000، 3000 3000، وعملت منها البسكوي، عملت منها العصير، ومازلت عندي في الحكه كانت ريتوني بكري صبيتها، معناها ماهوش غالي، نجمو نعملو بيه برشا حاجات. شوفوا العصير كيفاش يكون هكا خاثر. ريتو وقت اللي قلت لكم مشينا خذينا العصير اخر كاس، يعني الناس الكل تطلب في العصير متاع جوز الهند، بنين بنين لدرجه مش نورمال. قلت لكم اني عصيري خليته وشربت مع اسماء، بنين الحقيقة يهبل. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله تجربوه. انا عملته بطريقة سهلة وباللي متوفر عنا، معناه شكل الحاجات يمكن اللي خدموا بها هما. شوفوا لهني هيك البسكوي كيفاش يتفتفت، يجي هشوش ويذوب ذوبين. شوف وكهو، هيك نوصل بكم لاخر الفيديو. انا خليني نهز الطبقة متاعي ونهزهم لجماعتي، نحبكم برشا برشا وبسلامة.